وصف ممثل المرجعية الدينية العليا المشاركين في إنجاح زيارة الأربعين لهذا العام بأنهم شركاء الملائكة. وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في كلمة له إثر انتهاء مراسم الزيارة: إننا نتقدم بالشكر والتقدير والامتنان لجميع المشاركين في إنجاح زيارة الأربعين المليونية، وأكد إنهم حقا شركاء الملائكة في خدمتهم وعطائهم وثوابهم، مبينا أن الروايات تفيد بأن زوار الإمام الحسين عليه السلام تخدمهم الملائكة وتخصهم بالصلاة والاستغفار والدعاء. شركاء الملائكة. المهندس حيدر الرزاق عبد الحمزة. خدمة الإمام الحسين شرف لنا وشرف لجميع الزائرين وجميع القادمين والوافدين إلى كربلاء من جميع أنحاء العالم. اليوم احنا في كربلاء حصلنا على هذه الخدمة المباركة لنا وزملائنا المهندسين، فمن خلال منبركم الحر أدعو زملائنا أنه لا يقصرون ولا يتركون أي جهد ما يبذلوه بخدمة للإمام الحسين وخدمة لزوار الإمام الحسين وأخي أبو الفضل العباس. لمدينة كربلاء تقريباً إحنا كل خميس كل ليلة جمعة تصل عدد الزيارات إلى مليونية، تصنف بأنها زيارة مليونية، فأصبحت كربلاء في كل مناسباتها مع الجمع والعطل الرسمية فهي زيارات مليونية. من منبركم الحور، من خلال منبركم الحور نوجه اخواننا الزوار واصحاب هالمواكب بالتعاون التام مع عامل البلديه ومع الجهد البلدي. اليوم البلديه وضعت لخدمه المواطنين، وضعت لخدمه اصحاب المواكب. اتمنى من المواكب عدم الاضرار بالشوارع العامه والحدائق. تعرفون اليوم كربلاء اصبحت قبله منار لكل العالم العراقي، يعني ما نريد نقول العالم الخارجي، لكن بالعراق اليوم اصبحت كربلاء هي ايقونه عمار، فالحفاظ عليها من ضمن الخدمه الحسينيه. والله اليوم العائلة بصورة عامة، العائلة الصغيرة والعائلة الكربلائية بصورة عامة، فهي شرف لهم عندهم من يمثلهم بخدمة الإمام الحسين. نعاهد الله والإمام الحسين ونعاهد الوطن أن تبقى مدينة كربلاء هي الأنظف والأجمل إن شاء الله بوجود مهندسين نظافة.